بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكرنا أن من سلم من الظلم كله من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن الكامل المطلق والهداء الكامل أي المطلق في الدنيا والآخرة. ومن ظلم نفسه الظلم الأكبر التام زال أصل الأمن أو زال مطلق الأمن وزال أصل الاهتداء أو مطلق الاهتداء من قلبه. وأما من ظلم نفسه بما دون الشرك فهذا ينقص أمنه واهتداؤه بمقدار ما ظلم نفسه وإن كان عنده أصل الأمن وأصل الاهتداء، بمعنى أنه لا بد أن يأمن في النهاية وأن يهتدي في النهاية. حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان العمل أخرجه. كلمة إله في اللغة استعملت في معان: في لسان العرب الإله الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه. يبقى أول معنى معاني الإله شهد أن لا إله إلا الله، قلنا الإله المعبود بحق وهو الله وحده لا شريك له أو بباطل، وغلب على الاستعمال أن يستعمل في الاستعمال في المعبود بحق. وفي اللسان أيضا آلهة يأله إذا تحير، فالإله الذي تحار فيه العقول. و قال ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. هو في الحقيقة عبارة عن تفصيل لمعنى العبادة، يعني هو تأله القلوب أي تعبده، فهو نفس الكلام الثابت في اللغة وهو أن الإله بمعنى المعبود، ولكن ذكر تفصيلات عبادة القلوب. وهو أيضا يستعمل في معنى الشوق والمحبة والميل. في لسان العرب قال: وفي حديث وهيب بن الورد: إذا وقع العبد في ألهانية الرب ومهيمنية الصديقين ورهبانية الأبرار لم يجد أحدا يأخذ بقلبه، أي لم يجد أحدا يعجبه ولم يحب إلا الله سبحانه. إذا وقع العبد في ألهانية الرب، في الشوق إلى الله عز وجل والميل الشديد إلى الله، ومهيمنية الصديقين، مهيمنية يعني مراقبة الصديقين واستحضارهم يعني أمور الغيب كأنهم يشاهدونها فيراقبون الله عز وجل أعظم المراقبة كأنهم يرونه، وذلك لعظيم تصديقهم تعبد الله كأنك تراه. ورهبانية الأبرار، الرهبانية أصلا الرهب، خوف الأبرار الذي يدفعهم إلى العبادة والانقطاع لله عز وجل، بمعنى عنده شوق إلى الله وخوف من الله ورقابة وإخلاص لله. لم يجد أحدا يأخذ بقلبه، يعني لم يجد من يميل إليه إلا الله. فهذه المعاني هي بحق لله وحده، معنى دي اللي هي معنى المعبود ومعنى المشتاق إليه الذي تميل إليه وتحب وتحبه القلوب. المعنى الثالث تفصيل للمعنى الأولاني. المعنى الرابع معنى الذي تحار فيه العقول الذي لا تحيط به علما. نقول هذه المعاني حق لله وحده، فهو وحده المعبود بحق،
وهو الذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه، ولا طمأنينة ولا استقرار إلا إذا توجهت إليه وحده وصرف الهم إليه وحده، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله فطر عباده حنفاء يميلون إليه ويشتاقون إليه، ولا سعادة لهذه القلوب إلا بالتوجه إلى من فطرت على محبته والشوق إليه. وإنما الشقاء في هذا العالم راجع إلى توجيه القلوب إلى غير بارئها وفطرها. يعني سعادة الإنسان وراحته وجنة الدنيا هي التوجه إلى الله، لذة الشوق إلى الله عز وجل والميل إليه سبحانه وتعالى. وكذا معنى التحير، فالله سبحانه تعجز العقول عن الإحاطة بعلمه وعن معرفة كيفية صفاته، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تدل على نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثبات الألوهية لله وحده، فمعناها لا معبود بحق إلا الله. وهذا التوحيد هو أول ما دعت إليه الرسل وأوضح أدلته وأعظمها توحيد الربوبية الذي لا يمتري فيه عاقل ولا يجحده إلا مكابر. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما النوع الثاني من الأدلة، أو هو أول أو أعظم الأدلة على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهو أن ينظر العبد في الكون فيعلم علم اليقين أن المتفرد بالخلق والإيجاد والإعدام والضر والنفع واحد هو الله عز وجل. فلا بد إذن أن يتوجه هو إلى هذا الإله الحق دون من سواه. وأما الدليل الثاني الذي كثر استعماله في القرآن فهو دليل فطرة القلوب التي فطر الله الناس عليها، بمعنى ميل القلوب إلى الله تجد راحتها وسكونها، دليل وجودي. يعني إذا وجود نقصد أنه يجده الإنسان، دليل وجد والذوق وما يذوقه من حلاوة الإيمان وما يعلمه وما يجده في نفسه من يعني لذة العبادة لله عز وجل. وهذا يدل عليه قوله عز وجل عن إبراهيم: قال لا أحب الآفلين. وكما قال عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وهذا كله إنما يعلمه أهل الإيمان. هذا دليل قوي جدا عند أهل الإيمان، لكنهم هم وحدهم الذين يختصون بالشعور به. دليل الآخر ملزم للجميع. دليل الأول وهو النظر في آيات الكون يلزم الجميع، ولكن إذا ذاق الإنسان حلاوة الإيمان صار عنده أعظم اليقين بالله عز وجل وبأنه وحده مستحق للعبادة. كأنك تصف لإنسان مثلا شيئا معينا فكأنه ينظر إليه، فإذا عاينه كان هذا عنده أعظم مما وصف قبل ذلك. فأنت تقول للإنسان لأي إنسان أنه يجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، وتقول له أن هذا هو حق الله عز وجل وحده لا شريك له في هذا الحق، وأن القلب الإنسانية فطر على ذلك. إذا ذاق الإنسان حلاوة العبادة فإنه عند ذلك يعلم أن الله عز وجل وحده هو المعبود، بدليل آخر وجودي في نفسه، يجده في نفسه، يذوقه بما ذاقه من حلاوة العباد. قال في الشرح، قال الشيخ عبد الرحمن في الشرح: ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير ابن المظفر أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا، مرفوع يعني مرفوع بالضمة، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره.
يقول: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكتب أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية عن غير الله يعني وأثبتت الإيجاب لله في نفي وإيجاب نفي وإثبات يعني كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. قال ابن القيم في بدائع الفوائد ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، قال ابن القيم: بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، فلا يكون داخلا في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. طبعا هذا كلام باطل، بمعنى أن كلمة لا إله إلا الله تعني نفي وإثبات معا، وليس فقط نفيا للإلهية عمن سوى الله. يقول: هذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع أي بأصل وضعها اللغوي نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصفه بوصف الاختصاص، بمعنى أنه المختص بالإلهية، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة، بمعنى أنه بيقول أن هو إثبات في الاستثناء والاستثناء والمستثنى منه إثبات أنه يتضمن إثباتا وليس نفيا مجردا. بمعنى ان هو زي ما نقول ان هو يعني يتضمن اثباتا ليس فقط نفيا، لا والا دي يعني يتضمن اثبات خلاف ما خلاف المنفي، يعني نفي النفي اثبات، هو في نفي في الاول لا الاولانية وفي الا التانية، مش كده؟ فلما نفى 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 النفي اثبت، يبقى المستثنى منه اللي هو الاصل اللي هو النفي الاولى عمن سوى الله، مش كده؟ خرج منه المستثنى منه وهو الله وحده لا شريك له، فلما نفى النفي فيه يبقى اثبت له الايه الالهيه. قال ابو عبد الله القرطبي في تفسير لا اله الا الله: اي لا معبود الا هو. وقال الزمخشري: لا إله من أسماء الأجناس، الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق. ده الكلام اللي هنقول إنه هو بمعنى إنه هو يستعمل أحيانا بمعنى المعبود بباطل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليك. فكلام الزمخشري ده كلام لغوي مش غلط يعني. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. ده كلام مهم جدا، بمعنى أن توحيد الإلهية مبني على توحيد الأسماء والصفات والربوبية طبعا بلا شك. يعني الجهل يقول لك ما يعذرش بالجهل في أصول في الألوهية ويعذر في الأسماء والصفات، إذا كان هو الأسماء والصفات هو الأصل الذي يبنى عليه ليه الألوهية، ده هو لو لم يعتقد صفات الكمال لله عز وجل لا ايه كفاية كيف يعبده، انما يعبده بما يستحق من صفات الكمال الذي يكون التي تستلزم ان يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع، وده معنى العبادة في الجملة. قال: فان الاله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخاف وترجوه وتنيب إليه في شرائرها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وحزبه، كان أهلها أهل الله وحزبه، وكان المنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، مسألة مسائل إيمان وحال وذوق من أحوال القلوب، وإذا لم يصحها العبد فالفساد له لازم في علومه وأعماله. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء
وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. ولا يصلح هذا كله إلا لله وحده عز وجل. كل وضع لأنه عبارة عن تفصيل لكلمة العبادة اللي سبق بيانها. فهو العبارات دي كلها من أهل العلم عبارة عن تبيين لمعنى كلمة العبادة كيف يتوجه الإنسان بها إلى الله، وتركيز الكلام على عبادات القلب لأنه الأصل في كل عبادة. يقول ابن رجب رحمه الله: فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. قال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضي. الكلام هنا على قضية شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة. هو ابن الإمام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله ذكر في معارج القبول في الجزء الخاص بتوحيد الألوهية شروطا سبعة لهذه الكلمة، يقول حتى تنفع صاحبها. هو ذكرها يقول حتى تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، وهذا فيه نظر طبعا كلمة غير صواب، إنما هي الصحيح في أن يقال حتى تنفع صاحبها في الآخرة، أما في الدنيا فهي تنفعه ولو قالها من غير أن يستوفي هذه الشروط، لأننا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس إلا نلومها لها معنى، وهو إذا علمنا بإقرار هذا الإنسان أو بالبينات أنه انتفى من قلبه أحد هذه الشروط، فعند ذلك يعمل بمقتضى هذه البينة. كأن واحد قال بعد أن نطق الشهادة أنه يشك في صحتها وليس عنده يقين بها، فهذا يعني كفر بذلك ولم تنفعه كلمة لا إله إلا الله التي قالها، لأنه انتفى من قلبه شرط اليقين. ينطبق هذا الكلام إذا شك في صفة معلومة من الدين بالضرورة، كمن شك في علم الله أو في عدله أو في قدرته سبحانه وتعالى. أما إذا كانت صفة مما اختص بها أهل العلم فلا يكون ذلك ناقلا عن الملة. نذكر هذه الشروط ثم نذكر الملاحظات عليها. هذه الشروط مستنبطة من كتاب السنة، ذكر شرط العلم، أقول العلم معناها نفيا وإثباتا، نفيا الألوهية واستحقاق العبادة عن غير الله وهو الكفر والطغوت، وإثباتا للألوهية لله وحده وهو الإيمان بالله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أمر بالعلم دل ذلك على وجوب العلم، فرضية العلم، فبدأ بالعلم قبل العمل. وقال تعالى: فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فسرها غير واحد من السلف بأنها لا إله إلا الله. برضو العلم المقصود هنا كشرط في أصل الإيمان عند الله. احنا مش هنتكلم على أحكام الدنيا، بس هنتكلم مين اللي عنده أصل إيمان عند ربنا ليدخل به الجنة يوم من الأيام، اللي عنده معنى العلم الإجمالي بها. العلم الإجمالي زي ما قلنا إن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، والعبادة حب وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وزهد وشكر ورضا ودعاء وسجود وركوع وصيام وصلاة وتحاكم والتزام بالشريعة وطاعة الله مطلقا، أليس كذلك؟ هذه التفاصيل شرط العلم بكل الواجبات فيها أو بالواجبات المستحبات حتى تثبت لا إله إلا الله للإنسان، لا بإجماع أهل العلم، وإلا لما كان هناك معنى لطلب العلم، لأن الناس هتتعلم إيه إذا كانت هي ما تبقاش مسلمة إلا ما تعلمها، ما تنفعهاش عند ربنا إلا ما تعلم التفاصيل، قطعا لا، المقصود الإجمال في ذلك كما ذكرنا اللي يثبت بأصل أصل العلم هو العلم الإجمالي بمعنى الكلمة. وفي حاجة مش إجمالي، يعني ممكن يبقاش عنده علم إجمالي، أيوة، لازال واحد على سبيل المثال زي ما قلنا قبل كده، واحد أعجمي ما يعرفش عربي، صيني كده، كتبوا له بالحروف الصيني حروف لا إله إلا الله بالعربي، أو فرنساوي أو إنجليزي كتبوا له بالحروف اللاتينية اللي إيه اللي إيه إتش إلها إلا إيه اللي إيه
الله كتبوها له كده، قالوا له قول دي تتنطق ايه، فقالها وهو لا يعي شيئا معناها. بالقرينة القوية بالدليل الواضح ده عرفنا ان الرجل ده لا يعلم يعني ايه لا اله الا الله، ده قالها كده وخلاص. ومثال تاني مع خلاف فيه، لو ان سكران لا يعلم ما يقول قال لا اله الا الله، ماشي كده، فهو لا يعي ما يقول، فهذا لا يثبت به اصل الاسلام. في احكام الدنيا اذا كانت البينات قوية وقائمة بهذه الطريقة بالنوع زي ما قلنا كده، وفي احكام الاخرة اذا كان لا يعلم اصل المعنى. اما اذا علم ان المستحق ان يعبد وحده هو الله من غير ما يعرف تفاصيل العبادة بعد كده كيف يعبد الله، او دي عبادة او مش عبادة، او الاستعانة او الاستغاثة او طلب المدد او نحو ذلك، لا ما يعرفش كم، بس يعرف الاجمال انه الحب والخضوع يكون لله، العبادة اللي هي الحب والخضوع يكون لله وحده ولا شريك له، كمال الحب مع كمال الذل، انه نعرف انه لن يتوجه الا الى الله بالعبادة. وذلك بنفرق مهم قوي ما بين واحد قال انا اعبد غير الله، فنقول ده خرج من ساعته من الملة لان ده نقض لا اله الا الله صراحة، وبين واحد تاني عمل حاجة يلزم منها انها عبودية لغير الله بس هو بيقول انا لسنا نعبدهم، فده ما يبقاش ناقض لا اله الا الله الا لما يعلم ان دي من ضمن معنى العبادة اللي لا اله الا الله تنفيها. اكدناها قبل كده مرات، واحد جه وقال كده انا بعبد السيد البدوي. انا فاكر مرة كنا روحنا مولد سيدي بشر زمان من 20 سنة كده، نقول للناس حدش ايه يقول مدد يا سيدي بشر ولا مدد البدوي، فطلع علينا واحد صوفي قال لنا انا بعبد سيدي بشر وحافظل اعبد سيدي بشر والعياذ بالله، فده خرج من الملة وان كان بيقولها عنادا والعياذ بالله، لكن لفظ العبادة معلوم من الدين بالضرورة ان المسلم لا يعبد الا الله، معانا كده، ودي من ده انا كده نقد لا اله الا الله ما انا اعبد غير الله. وبين واحد تاني تقول له مدد يا بدوي عبادة للبدوي، لك اعوذ بالله انا بعبد البدوي انا لا اعبد الا الله، تقول له ما بتطلب منه المدد ليه، هو انت معتقد انه ينفع بدر يفكر فيها يلاقيها تبقى كده، هتجيب له ادلة من القرآن. وممكن واحد يصر بعد البيان معانا كده اللي يكون نقد لا اله الا الله اللي اصر بعد البيان، لانه عرف ان الدعاء عبادة وان الطلب على الغيب مع الاعتقاد انه يجيبه على الغيب عبادة، ومن هنا كان كونه يقول بعد كده مدد يا بدوي يبقى اشرك بالله يبقى عبد غير الله يبقى عبد البدوي. زي بالضبط كده الاحبار الذين اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله، وهما بيقولوا انا لسنا نعبدهم، يبقى نبين لهم ان اتباعك لهم في خلاف ما جاء به الشرع عبادة، فاذا اصر بعد ذلك فهو ايه مشرك وعابد لهم من دون الله. وليس ان العلم التفصيلي بكل معاني العبادة شرط في ثبوت اصل الدين، ودي من اهم الامور في يعني شرط العلم، وان العلم يزداد وينقص، وان كل الشروط كما سياتي تزداد وتنقص، والاصل كل منها شرط في اصل الايمان، وكمال كل منها شرط في كمال الايمان، كمال كل منها الواجب شرط في كمال الايمان الواجب، وكمال كل منها المستحب شرط في كمال الايمان المستحب. ماشي. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنة. متفق عليه. اليقين منافي للشك، يبقى اول درجات ثبوت الدين ثبوت الايمان للانسان اللي ينجو به من الخلود في النار ترك الشك منافاة الشك. هو في درجات غير الشك ممكن انسان يكون عنده تصديق او يقين ضعيف، هو عنده يقين هو يشكش دلوقتي، لكن لو واحد جه يشككه
يشك، لو فتن يفتن، لو ابتلي شك في الدين، كما كان بعض الاعراب اذا ولدت امرأته ذكورا ونتجت خيله وامطرت السماء قال هذا دين خير ويسلم واحد منهم، اذا حصل كده يقول هذا دين خير، واذا انجبت امرأته اناث ولم تنتج ابله وخيله واجدبت السماء ولم تنبت الارض قال هذا دين سوء. قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة. يبقى ده انسان قبل ما تجيله الفتنة كان ايه؟ ما كانش شك، بس هو بدأ يشك وبدأ يعتقد الباطل لما ايه؟ لما جات الفتنة. فهذا قبل الفتنة ان مات على اصل هذا اليقين ناجى من الخلود في النار، لكن يقينه ضعيف زي ما شبهناه قبل كده، بقولنا واحد ما عندوش جدار خالص، واحد عنده جدار طري جدا، اي واحد يجي يزق يروح جاي واقع، فلو جات له حاجه وزقته وقعته يبقى ضاع، ما عندوش جدار، بخلاف واحد تاني الجدار بتاعه ده صلب بقى ناشف، بس في منازعات مع غيره جايين يكسروه عايزين، فهو بيدافع عنه يجي يوقعه بايديهم ما يوقعش، يبقى تجيله فتنه لكنه ايه؟ يثبت لا يفتن، بس بتجيله يعني بيجيله وساوس، يعني في وساوس نفسه بتجيله بتقول بتشككه في عقائد التوحيد والايمان او بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الوساوس هو بيدفعها وبيزلش ايمانه، تجيله مصيبة من مصائب الدنيا نفسه تنازعه وايه اللي حصل وانا على الغلط ولا ايه، ويدفع ذلك ويثبت على الدين ما يبقاش دي ضعاف الايمان. فهذا تأثير فتن فلا يفتن، ولكن بتأثير الوساوس، الوساوس دي مقاومتها من صريح الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه قالوا ولقل ذاك صريح الإيمان. واحد تاني الجدار بتاعه بقى بيت بقى قصر عالي، مفيش حد هيفكر يجي يهد بيت بإيديه، الشيطان زهق منه ما بيجلوش وساوس، بقى صديق لا يشك ولا في تفصيل من التفصيلات، ولا يقول إن يمكن الأمر ده يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اخطأ فيه مثلا اجتهادا، ما يفكرش ابدا ولا تأتي وساوس. ودرجة الصديق اعلى من كده، اللي ما بقاش قصر ولا بيت بس، ده بقى مدينة كاملة، ده رأى بعينه، وده اللي سأله سيدنا ابراهيم قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سيدنا ابراهيم سأله نشوف بعينه، لان علم اليقين اعلى منه عين اليقين، ان هو يرى بالعين فطرة في الانسان، فبنقول دي درجات متفاوتة ايضا في اليقين نفسه يزيد وينقص. اليقين عند الرسل صحيح، بس كله في المستحب، بس كله مدينة كاملة، بس مدينة اكبر من مدينة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى اكثر مما رأى الانبياء بعينه عليه الصلاة والسلام، رأى من ايات ربه الكبرى. سيدنا ابراهيم سأل الرؤية في ايه؟ كيفية احياء الموت، ربنا اكرم النبي عليه الصلاة والسلام بان اراه الجنة والنار، ورأى جبريل عليه السلام، ورأى سدرة المنتهى، ورأى السماوات، فاكرمه الله عز وجل في المعراج بما يعني لم يرتفع اليه احد قبله عليه الصلاة والسلام، وظهر الى مستوى يسمع فيه صريف الاقلام صلى الله عليه وسلم، فده كان امر عظيم، ورأى اعلى من ذلك، اعلى رأى نور الحجاب الذي لو كشفه الله لاحرقت صبحات وجه من تأتي لبصم خلق، ده اعلى شيء. قال رأيت المسألة رأيت رب قال رأيت نورا، قال نور ان ارى، لم يرى الله عز وجل، يعني كان فاضل الحجاب ده بس، حجاب النور ده لو كشفه لرأى الله، ولكن ما كان له ذلك في الدنيا. ضعيف، هو نور ان اراه، نور كيف اراه، اي لم اراه. الشرط الثالث القبول المنافي للاستكبار. قال تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. القبول للا اله الا الله قبول الخضوع لله سبحانه وتعالى، لا يتكبر في انسان يأبى يستكبر ان يستجيب لله عز وجل.
قال عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأبى دي عكسها الانقياد، الانقياد المنافي للإباء، والقبول المنافي للرد والاستكبار. فأبى واستكبر دي ما قلنا الإباء الرد لأمر الله عز وجل، والاستكبار أن يتعالى على ذلك، يعني يرى أنه لا يعني يرد على الله متكبرا عليه، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. لا الاثنين مع بعض، بس الكبر هو منبع الإباء، يعني الكبر هو اللي يطلع الاستكبار. يعني في واحد يكون والعياذ بالله عايز ايه، يعني لو قلنا مثلا عنده إباء عايز حرية، انا هو بيقول لك انا ما يلزمنيش اي حاجة لما تدوني لما اتمناه، زي الوجودين مثلا اللي هم الاباحيين والعياذ بالله. وفي الكبراء يعني فرعون ليه كفر؟ علشان كبره اساسا، ورد شرع ربنا ورد الرسالة ورد الوحدانية عشان كبر والعياذ بالله. وجنوده هم بالتأكيد عندهم نصيب من الكبر، بس كان اساس الامر عندهم ايه؟ ان هم عايزين ينالوا شهواتهم والعياذ بالله، ان هم يردوا شرع، ردوا شرع ربنا عز وجل ايضا يعني من اجل عدم الانقياد. الاباء رد شرع الله سبحانه وتعالى، الاباء ده منبعه من الكبر، وكل منهم كفر والعياذ بالله. الشرط الرابع الانقياد لما دلت عليه، قال تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى لابد ان يسلم وجهه، اسلام الوجه، الوجهة لله، ان تستسلم لله استسلاما كاملا اللي هو الانقياد. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفي الايمان في هذه الآية على نوعين، نفي اصله لمن انتفى اصل الانقياد، ونفي كماله لمن انتفى كمال الانقياد. فبنقول المقصود في شروط لا اله الا الله انه انقياد يكون شرط، المقصود بالانقياد الذي هو شرط في اصل ايمان انقياد القلب. ولذلك ما بنقولش في الانسان العاصي اللي شفناه بيعمل معصية ان ده نقض شروط لا اله الا الله، نقض شرط الانقياد، مش ده المقصود ابدا، لان كده يبقى كلام الخوارج بالضبط، ومعلوم ان الخوارج شر اهل البدع. بنقول انقياد القلب شيء زائد على مجرد المعرفة والتصديق، فهو رؤية العبد ان عليه ان يطيع الله عز وجل، واذا قصر في الطاعة او عصى فهو ظالم لنفسه. واما الانقياد بالجوارح وترك المعاصي فهو شرط في كمال الايمان، لا في كمال الايمان الواجب لا في اصل الايمان. وتأمل قصة ادم وابليس تعرف الفرق، فادم عليه السلام عصى واكل من الشجرة، ولكنه لم يفقد من قلبه، لم يفقد من قلبه الانقياد، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وابليس عصى ورد الامر على الله فقال لم اكن لاسرد، او لم اكن لاسرد هو ده الرد اللي هو ترك الاباء، قال انا خير منه، ده الايه الكبر والعياذ بالله. فقال لم اكن لاسرد مع كونه كان مصدقا بالامر، يعني في ابليس كان يعلم ان الله امره قطعا، ويعلم ان الله خلقه قطعا، وعارفا بوجود الله وربوبيته، قال ربي لما اغويتني، ومع ذلك فقد كفر بذلك لانتفاء الانقياد الباطن واستحلال المعصية وترك الواجب. فمعصية ادم استحلال ترك الواجب، مش مجرد ترك الواجب، استحلال المعصية واستحلال ترك الواجب، انه شايف نفسه مش غلطان، وان الصح ان كان العكس اللي يحصل، وانه على الاقل هو ما يسجدش لمن خلق من الطين ونعوذ بالله. فمعصية ادم لم تكن كفرا، ومعصية ابليس كانت كفرا، فتنبه لهذا الفرق. لا خلاف بين السنة في ذلك الا ما كان من اختلافين في تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وكذا الصوم والزكاة والحج. يعني بنقول ان الاعمال الظاهرة او الانقياد بالجوارح كله باتفاق اهل السنة شرط في كمال الايمان، ومختلف عندهم فقط في اربعة الاركان، فما سوى الاركان الاربعة متفق عليه
عند اهل السنة انه شرط في كمال الايمان الواجب، بمعنى انه هو اذا نقص شيء مثلا من بر الوالدين، من صلة الارحام، من الاحسان الى الجيران، زنى، شرب الخمر، اكل الربا مع اقراره بالمعصية، فده فاسق، ولكن عنده اصل الايمان ينجو به من الخلود في النار. في خلاف بين اهل السنة في الاربعة الاركان، بعض اهل السنة يقول دي شرط في اصل الايمان، زي المنقول عن امام احمد رحمه الله وقول اسحاق بن راهويه وقول عبد الله بن المبارك، وهو ان تارك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها خارج من الملة، ولو كان مع الاقرار بوجوبها. لو ما اقرش بوجوبها او ابى ان يفعلها، قال لا انا ما صليش، ولو قال الصلاة فرض بس انا ما حدش يقول لي صلي، والعياذ بالله، ما يلزمنيش حد بالصلاة، يبقى خارج من الملة. ده لانه ابى، مش كده؟ اللي بيقول لم اكن لاصلي، بخلاف واحد يقول له صلي، يقول له انا غلطان انا عايز اصلي. ربنا يسهل دي، الى توبة عم الشيخ، ربنا يوفقنا للتوبة ونحو ذلك. فده انسان، هو ده اللي فيه الخلاف معانا كده. يبقى احنا عندنا متفقين على انه لو جحدها، لو قال مش فرض، او لو ابى يبقى كافر، ولو ان هو ما صلاش من غير ما يجحد ولا يأبى يبقى في قولين لأهل السنة. واما اذا عمل اي معاصي تانية غير الاربعة، غير ترك الاربعة، غير ترك الصلاة وترك الصوم وترك الزكاة وترك الحج، يبقى مسلم ناقص ايمانه، مستحق للعقاب في الدنيا والاخرة، بس ما يخلدش في النار اذا مات على كده. ده اتفاق. ونقول الراجح في مسألة تكفير ترك الصلاة، الراجح انها كسائر المسائل، الراجح عدم تكفيره كفرا ناقلا عن الملة، وهو قول جمهور اهل السنة، الا يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط، وهو من اصلح الادلة التي على ذلك، ولا يصح حمله على من يكون في اخر الزمان زي كلام الشيخ العثيمين حفظه الله او غيره ممن يحتج يقول الحديث دي في من يكون في اخر الزمان ممن لم يبلغهم فرض الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، اللي هو حديث صلة عن حذيفة قال يأتي عن الزمان لا يدرى فيه ما صوم ولا صلاة ولا زكاة، ولكن قوم يقولون لا إله إلا الله، يقولون وجدنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، فقال له صلة فما تفعل فما تغني عنهم لا إله إلا الله، فضرب في صدري وقال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. بنقول ما يصحش حمل ان هو بغير عمل عمله وآخر يقضم على نزول. ليه؟ لان الاحاديث في خروج من النار، يخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط، اما دي مش هيخشوا النار اصلا، لان دول مش مكلفين بها، لان هم مش متمكنين من العلم دي. وحذيفه قال تنجيهم من النار، ما قالش تخرجهم، معانا كده. فدي اللي هم اخر الزمان ما يعرفوش لا اله الا الله، واتوا بلا اله الا الله، يبقى مش هيخشوا النار اصلا. زي واحد قال لا اله الا الله وقبل ما يتعلم الصلاه والصوم والزكاه مات من ساعته، يبقى ده هيخش الجنه على طول، معانا كده. فما ينفعش حمل الاحاديث دي عليه، انما نقول هذه هؤلاء اذ لم يبلغهم وجوب هذه الاشياء لا يستحقون عذابا، اذ من شروط التكليف العلم او التمكن منهم، وهؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها. والاحاديث الواردة انما في خروج عصاة الموحدين من النار، كذلك لا يصح تقييد هذه الاحاديث بالاحاديث الواردة في وجوب الاعمال وكفر تارك الصلاة، لان مقتضى ذلك التقييد أن يكون من يحافظ على الصلاة الخمس في مواقيتها لم يعمل خيرا قط. يعني التفسير الثاني ده بيقوله إيه بقى؟ بيقوله لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة والزكاة والصيام والحج. يبقى يتقال على الناس اللي بيصلوا الصلاة الخمس في أوقاتها ويصومون رمضان كله ويزكون الزكاة الواجبة ويحجون بيت الله الحرام، يتقال عنهم في الآخرة لم يعملوا خيرا قط. يبقى ده ما أبعد هذا التأويل، ده هي في ايه اعظم في الادلة من هذه الايه العبادات، يتقال عن دول يوم القيامة هم دول المقصودين بقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعملوا خيرا قط، اي زائدا على هذه. ده كلام دول اول الناس ان شاء الله دخولا للجنة، واذا كانوا منهم من يدخل النار من هؤلاء بذنوب ومعاصي، فدول من اول من ايه من يخرج منها. ومين اللي هيخرجهم؟ المؤمنون والملائكة، لان دول يعرفونهم باثر السجود. اما الذين يخرجون بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، دول الذي اخرجهم الله عز وجل بقبضته، لم تخرجهم لا الملائكة ولا المؤمنون ولا الانبياء، لان هؤلاء
لا يعرفونهم، انما يقولون يقول الله عز وجل اخرجوا من قد عرفتم، فيحرم الله صورهم صور المؤمنين الكمل اللي دخلوا الجنة على النار، فيخرجون فيدخلونها فيخرجون خلقا كثيرا يعرفونهم باثر السجود، تأكل النار من ابن ادم الا اثر السجود، يبقى هيعرفون بايه؟ بانهم كانوا بيصلوا باثر السجود. فيبقى ما ينفعش نحمل الاحاديث دي اللي بتاعت لا نعمل خيرا قط او بغير عمل نعمل خيرا قدموه على من على لم يعملوا خيرا قط الا الاركان، لان الاركان دي اعظم اسباب دخول الجنة ولا يصح ان يقال. فبنقول طيب ما الاحاديث التكفير فيها ايه بقى؟ من تركها فقد كفر، العهد الذي بينه ونص الصلاة من تركها فقد كفر، ان بين الرجل من شرك الكفر ترك السلام. ويمكن تأويلها يعني الاحاديث اللي احنا ذكرناها بتاع لا نعمل خيرا قط في فضل لا اله الا الله لا يمكن تأويلها ويبعد تأويلها، واحاديث التكفير يمكن تأويلها على من لم على تكفير كفر دون كفر. ويؤيد ذلك قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. اذا الصحابة اكيد عندهم مفيش فرق بين الصلاة وليه والزكاة، مش كده؟ وتارك الزكاة عندنا نص في عدم تكفيره اذا كان بخلا. وقد ورد في منع الزكاة انه يعذب يوم القيامة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا احميت الا جعلت صفائح فاحميت في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجمه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وهذا نص واضح ايضا في ان تارك الزكاة يمكن ان يرى سبيله الى ليه؟ الى الجنة، محتمل اذا كان هناك شيء بعد ذلك. وعندنا نص في الايه؟ في الصيام اللي هو احد الاركان الخمسة، مش كده؟ حديث الرجل الذي افطر عمدا في رمضان الذي جمع امرأته، فده عامد وعالم بوجوب الايه؟ الصيام. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعتق رقبة او يطعم او يصوم شهر متتابعين او يطعم 60 مسكين. فثبت بذلك ان هذه الاركان وحكمها واحد، تاركها تكاسلا او شهوة او بخلا لا يكون كافرا، والله اعلى واعلم. فنقول هذا الكلام كله اذا مات تارك الصلاة على التوحيد، والا فما اقرب الفتنة اليه وما اسهل تسلط الشيطان عليه خاصة عند الموت، وابواب الكفر مفتوحة عليه، يعني هو ليس بينه وبين الكفر حاجز، ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لما ترك الصلاة بقى خلاص مفيش حاجز يحجز، يقول اعداء كتير. تخيل انسان كده بالظبط كده زي جنود المصريين في حرب 67 من بيتسلم ما لهمش اي غطاء يحميهم، فالكفار اليهود عملوا ايه؟ يقتلونهم كما يشاؤون. فلو ان الشياطين بس يعني ممكن بعض ينجو اذا نجا اذا كتبت له النجاة، لكن بنقول ان هذا انسان مفتوح بينه وبين الكفر الابواب كلها، مفيش حاجة تحجزه، ما ايسر ان يموت على الكفر وما اشد الشيطان عليه، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة التي اقرب اليه من ذلك. واعلم ان الخلاف في تكفير تارك الصلاة وباقي المباني الاربعة تكاسلا من الخلاف السائغ عند اهل السنة، لا يبدع ولا يضلل فيه المخالف عند احد من اهل العلم. يعني لا اللي بيكفر يقول للاخرين انتم متهاونين متساهلين مرجئة، ولا اللي ما بيكفروش يقولوا للي بيكفر انت خوارج بتكفر بترك الصلاة. لا، دي مسألة داخل الخلاف السائغ لا تخرج قائلها عن اهل السنة ولم تزل كذلك. نعم، كنت كان في حد عايز حاجة هنا وقلت له استنى. لا، ايوه جحودا واباء، اللي يترك الصلاة جحودا او اباء يبقى خارج من الملة. لا، ده المستهزئ ده خارج من، لو صلى كمان، لو انه استهزأ بالصلاة وهو بيصلي يبقى خارج من الملة، لانه حيكفر الانتفاء عمل القلب، تعظيم القلب لله، تعظيم لشرائع الله لاوامر الله، اهو ده بقى الانقياد الباطن. ولذلك تعظيم شرع الله ممكن نحط بقى بدل ان كان نقول التعظيم من شروط لا اله الا الله، يعني مش هنقول عليهم 7 بس، دول اكثر من 7. التعظيم لله عز وجل ولأوامره من شروط لا اله الا الله، بمعنى ان هو لو استهزأ يبقى كافر حتى لو صلى. نعم. في اسئله الدرس ده لو استهزأ بأقل من ذلك، بدل مش الأربعة، نقول حاجة، لو استهزأ بالسواك وهو يعلم أنه سنة،
كويس كده، نافلة من النوافل، بس قال دي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا دي سنة الرسول، فقعد يستهزئ بسنة الرسول، يبقى ده خرج من الملة والعياذ بالله. لأن أي آية من آيات الله وأي حكم من أحكامه إذا استهزأ به الإنسان يبقى زال التعظيم الواجب، دي مسألة تانية. ها لا، ده شخص نفسه يبقى فيه خصومة بينه وبينه، مش هيستهزئ بالصلاة. لو استهزأ بالمصلي لصلاته يبقى تبع الاستهزاء. أنا بتكلمش الاستهزاء دلوقتي، أنا عايز بس الإخوة يحفظهم ويذاكرهم ويكونوا مستحضرين وفاهمين معنى الإنقياد الباطن والإنقياد الظاهر، وإن الشرط في لا إله إلا الله هو الإنقياد الباطن، أصل الإنقياد إنه يرى إن أوامر ربنا كلها لازمها، إنقياد إجمالي. وفي التفصيل لما بلغه، ولما يبلغوا ان شرب الخمره حرام يقول ايوه انا غلطان لو شربت خمره، وهكذا. فاما الانقياد بالجوارح فقلنا قسمين، قسم متفق عليه انه ما بقاش كفر اذا ما اتاش به وهو غير الاركان الاربعه، وقسم مختلف فيه اللي هو الاركان الاربعه، والراجح ان هو لا يكفر كفر نقل عن المله. لا ما هدين ده احنا بنتكلم على شروط الناطق بلا اله الا الله، بنتكلم بشروط ايه؟ من شاهد لا اله الا الله، هنتكلم على واحد شاهد من شروط لا اله الا الله اللي نطقها خلاص. اما الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، قال الله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، بمعنى انه لو كان كاذب في قوله اشهد كما قال الله عن المنافقين والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، يبقى ما نفتهمش. في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا قال ما من احد شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. الكلام ده جميل جدا ومهم قوي، ده الشرط ده لان احنا عارفين جزما المنافقين رحمكم الله كيف عملوا في الدنيا معاملة المسلمين، مش كده؟ ومع نص القران بان هم ايه؟ كاذبين. عشان كده نقول الشروط دي شروط حتى تنفع صاحبها في الدنيا، ولا عشان تنفع يوم القيامه؟ يوم القيامه. والرسول عليه الصلاه والسلام قال حرمه الله على النار، قال الا دخل الجنه، ما قالش الا عصم دمه هو ايه ومال شرط الاخلاص. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. شرط السبع شرط المحبه، محبه الله ورسوله والمؤمنين وبغض الكافرين والمنافقين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. برضو الكلام اللي احنا قلناه في الإنقياد بيزيد وينقص هنقوله في الصدق، مش كده؟ يعني صدق أنس بن النضر زي صدق من فر يوم أحد، مع إن اللي فر يوم أحد تاب الله عليهم، بس صدق أنس كان أعظم، أليس؟ لأنه في صدق بالعمل زي في صدق بالقول، وصدق الصديق وتصديقه اعظم من صدق ايه؟ من دونه. والاخلاص كذلك، ففي اصل الاخلاص ان يخلص في لا اله الا الله، وكماله ان يخلص في كل عمل يبتغي به وجه الله. والا فلو انسان راى فده شرك اصغر، ولكن اذا راى في لا اله الا الله اذا قالها رياء اتكسف، واحد نصراني لا كل المسلمين بيقولوا لا اله الا الله، ايوه تقول يا عم، فاتكسف فقالها، يبقى ما تنفعوش عند الله. وان كان في الدنيا بقى ايه؟ بقى مسلم قدامنا، ما لناش دعوه بقى هو كسف ولا ما كسفش، احنا لا نشق عن ايه؟ عن قلبي. جه بعد كده قال لا انا ما كانش قصدي، يبقى مرتد من ساعه ما قال انا ما كانش قصدي. كذا الحب يزيد وينقص، فهكذا. فبنقول بقى الشروط هذه ليست منحصره في الشروط السبعه، لان طبعا لو قلنا سبع شروط يبقى لازم نقول دي شروط شرعيه، يبقى لازم نجيب دليل من الشرع على التقسيم ده، مش كده؟ والا فاحنا عندنا مثلا شرط الخوف اللي ما اتحطش، شرط الرجاء مع ان دي من شروط فعلا، شرط التعظيم زي ما قلنا، كل عمل من اعمال القلوب الواجبه شرط في قبولها يوم القيامه. بس كما ذكرنا كما ان التوكل شرط من شروطها، قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. والخوف من شروطها، قال تعالى وخافوني ان كنتم مؤمنين، يبقى اللي ما يخافش ربنا ايه؟ مش مؤمن، مش كافر. والرجاء والرغبه الى الله من شروطها، قال تعالى رغبه ورهبه. لا يتصور مؤمن ليس في قلبه ولو مثقال ذرة من التوكل والخوف والرجاء وشكر نعمة الله والصبر والرضا وسائر أعمال القلوب التي سبق بيانها في عبادة القلب. وكذا النطق بالشهادتين مع باللسان مع القدرة من شروط نفعها، يعني لو قالها بقلبه بس من غير ما ينطق بلسانه مع القدرة يبقى لا تنفعه، فلا يكفي الاعتقاد الباطن دون النطق. هذه الشروط فيها زيادة ونقصان،
كما ذكرنا شرط أصل كل شرط منها شرط في أصل الإيمان، وكمال كل منها كما شرط في كمال الإيمان. هذه الشروط ليست شروطا في صحة في قبول الإسلام ظاهرا في الدنيا، بل في نفع صاحبه في الآخرة. كل الأدلة التي وردت دخل الجنة حرم الله النار، وليست في ثبوت عصمة الدم والمال، بل النطق بها شهادة لا إله إلا الله مع شهادة أن رسول الله كاف في عصمة الدم والمال وثبوت حكم الإسلام ظاهرا وجريان أحكام الإسلام على صاحبه في الدنيا. واحذر مما وقع فيه البدع من الخلط بين الأمرين، إلا أن يصرح من نطق بها بكلامه الواضح الصريح أنه قد انتفى من قلبه شيء من هذه الشروط، كما أن سمعناه بلسانه يقول إنه يشك في صدق هذه الكلمة أو في صدق الرسول والقرآن، فهو مرتد من حين هذا الكلام، ليس كافرا أصليا. بينهما من فروق ما يذكر تفصيله في كتب الفقه، وذلك أنه ثبت له حكم الإسلام ظاهرا بالنطق المجرد، ثم لما قال ذلك صار مرتدا، وإن كان هو عند الله وفي الآخرة إذا كان شكه من أول نطقه كافرا من البداية، ده عند ربنا، لأن اليقين وغيره شرط من الشروط، شروط بصحة الإسلام والإيمان باطنا، وهذا الأمر لا علم لنا به، لأننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، وإنما صاحبه الذي يخبر به. إذا قال إن في قلبه كذا خلاص، فهو إن كان كذلك فهو من المنافقين، وهم مسلمون في الظاهر. فلو أن ذميا يهوديا أو نصرانيا نطق الشهادتين ودخل في الإسلام ثم قال بعد ذلك أنه عند قوله لهما لم يكن صادقا ولم يكن محبا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقبل قوله حتى يصير ذميا كما كان يقرب الجزية، بل هو مرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. لا يلزم حفظ هذه الشروط وعدها، مش لازم أعود أحفظها، يجب أن توجد في القلب. المقصود ورودها في القلب وورودها وورود كمالها الواجب في قلبه ولسانه وجوارحه. وما أحسن ما قال الشيخ أحمد حكمي، قال ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق يد الله والله المستعان. أطفال المشركين خدم أهل الجنة صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ما المقصود بقول أن تقوم الله مثنى وفرادى؟ يقوم اثنين اثنين أو فردا فردا ليتعظوا، إنه موجودهم مع بعضهم هو سبب ضلالهم. يدخن ويعلم أنها من الخبائث، يقطع فترة ثم يدخن. هل الصلاة تغفر ذنبها؟ توب إلى الله عز وجل، والإصرار على الصغيرة قد يجعلها كبيرة. مثنى يعني اثنين اثنين، فرادى كل واحد لوحده، يقوموا يفكروا، لأنه يقول لك مجموعهم مع بعض هو اللي بيخديهم الرياسة والكبش، فلما يقوم يفكر لوحده يرجع إلى الحق أولى. متن الحديث صدر. هذا أوى، أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله. الحديث ده رواه البخاري ومسلم، في موجود في كتاب البخاري في كتاب العلم. الاطمئنان كما ذكرنا المطلوب الذي طلبه إبراهيم هو أن يعلم، أن يرى عين اليقين، لأنه يعلم أن هناك فطرة في الإنسان أن ليس المخبر كالمعين، شرحناها دي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا الكلام العصيان هنا ليس معنى الإباء اللي هو الرد للشرع كله، ولكن هنا بمعنى إما أن يقال المعصية مطلقا وهي المعصية التي تكون كفرا، أو بمعنى المعصية الإباء هنا يكون زي عدم قبول الحق الذي عليه جزئيا، زي ما قلنا في الإعراض الجزئي فيبقى إباء جزئي. والله أعلم. لماذا لم يحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط على أنه كناية على قلة الأعمال؟ لا، الأصل أنه على حقيقته حيث قال لم يعمل خيرا قط أبدا. يبقى ليه أقوله؟ لأنه ظاهر ما يمكنش تأويله دخل النار،
أي الذي يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ليس من بين من لم يعمل خيرا قط، لأن ترك الصلاة لم ينفعه سائر أعمال الخير. لا ما ينفعش كناية، قلنا أنه هو خلاف ظاهر حديث يجب أن نحمله على ظاهره، وخصوصا أنه دخل النار. دراسة علم الفلسفة يعني دراسة مؤلمة، والمبتلى بها في الأزهر أو في غيره يعتبر ذلك من المصائب التي يعني يعينه الله عز وجل عليها. ابن عربي من غير ألف ولام، والحلاج من صوفية من زنادقة الصوفية والعياذ بالله، من شر أهل البدع. قال تعالى الرحمن العرش استوى، هل هي صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة فعل، وأما العلو فصفة ذات. هو عز وجل أخبرنا أنه استوى، فينفعش نقول إذا شاء، لأن هو نقول استوى حين شاء. الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه أنه الارتفاع والصعود. بيقول في بعض الشيوخ الصوفيين والزرية يستهزئون بالسواك وإزبال الثياب واللحية، لو هو بيستهزئ بها بعد بلوغ الحجة يبقى كافر، بس أنا أشك في ذلك، أنا أظن أنهم يستهزئون بالملتزمين. بيستهزئ بالحكم نفسه بقى. لا ولو كان ده زوال التعظيم، ده لو زال التعظيم من قلبي وخارج من الملة. ها؟ طبعا طبعا، الذي يقول لا اله الا الله وينكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وينكر ذبح القبر والشفاعة، هل هو كافر؟ اذا اقيمت عليه الحجة واصر يبقى كافر. واحد بيقول ايه ماشي ثواني بس، ايه الضرر في القول الثاني بتاع الميثاقين؟ ايه الضرر ان احنا نقول ده ميثاق الفطرة؟ ها ايه الضرر ان احنا نكذب احاديث الرسول مثلا؟ يعني لو سمعت اللي هو بيقول يبقى ضال. انا كده عاوز الشباك ده مش هجيبها يا